بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الثاني اللي خاص بمهارات استخدام الفيجوال ستوديو. في هذا الدرس راح نناقش اللي هو find the namespace of a class. أنا محمد دماد عرفة. في هذا الدرس راح أتعرف على كيفية إيجاد namespace للكلاس اللي إحنا عمالا بنستخدمه. الآن لاحظت لحظة إنه في بعض الأحيان أنا بتذكر اسم الكلاس وبعرف خلينا نحكي اللي هو دوره بشكل كويس، لكن أنا فعليا مش عمالي بتذكر اللي هو namespace اللي خاص بهذا الكلاس واللي هو بدوره بيحتوي على هذا الكلاس. الآن بالفيجوال ستوديو في عندي اللي هو أكثر من طريقة حتى إنك تصل للnamespace للكلاس اللي انت عمالك بتستخدم فيه. لان اول طريقة انك تقوم بالضغط على اللي هو كنترول ودوت، فبالتالي حيقوم مباشرة باظهار خلينا نحكي اللي هو الانتليسنس اللي خاص بالفيرجوال ستوديو. لان نفترض انا بدي اقوم بانشاء اللي هو اوبجكت من هذا الكلاس اللي هو سيكوال كونكشن، فبالتالي كخيار اول راح اقوم بالضغط اللي هو على كنترول ودوت، تمام؟ او ايضا عندي خيار اخر انه مباشره بقوم باللي هو تحريك الكيرسر وبضغط على اللي هو اسم الكلاس، لاحظ مباشره راح يعطيني عندي اللي هو خلينا نحكي الخيارات، بحيث اني راح اقوم باضافه اللي هو نيم سبيس اللي خاص بهذا الكلاس. الان خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. لو الان بروح مباشره على الفيجوال ستوديو، وانا هون عمال بحكي عن فيجوال ستوديو 2015، خلينا نيجي الان نقوم مباشره باستخدام عندي اللي هو الكلاس اللي هو سيكوال كونكشن، راح اجي انشئ منه اللي هو اوبجكت زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان لاحظ انه عندي هنا هذا هو الكلاس. الان مجرد ما اقوم بوضع الكيرسر على اسم الكلاس لاحظت انه اعطاني بشكل اللي هو الاناره، وطبعا هذا الرمز بيختلف حسب الفيجوال ستوديو. فلاحظت انه بالفيجوال ستوديو 2015 اعطاني هنا برمز خلينا نحكي اللمبه، في حين انا مثلا عندي هنا باللي هو الفيجوال ستوديو 2010 اعطاني بشكل ريكتانجل على شكل خلينا نحكي مستطيل. الان خلينا نرجع مره ثانيه، لاحظت انه الان مجرد ما اقوم بالنقر عليه لاحظت انه قام باعطاء اللي هو العديد من الخيارات. خلينا نيجي الان نتعرف على هذه الخيارات. الان لاحظت انه اول خيار اللي هو using system.data.sqlClient، مجرد ما اقوم بالضغط عليها لاحظت انه قام باضافه هاي النيم سبيسز اللي هي system.data.sqlClient، وبالتالي اصبح ما في عندي اي مشاكل. اوكي، الان خلينا نروح مباشره نشوف الخيار الاخر. الخيار الاخر وهو انه system.data.sqlClient.sqlConnection، بالتالي راح يضيف لي الفول نيم سبيس، خلينا نحكي الفول كواليفايد نيم spaces الى النيم سبيس الى اللي هو اسم الكلاس، فبالتالي قام باضافه عندي الفولي كواليفايد نيم الى اسم اللي هو الكلاس، فبالتالي لو بدي انا استخدمه بهذه الطريقه لابد اني اقوم بوضعه بهذا الشكل. اوكي، فبالتالي اذا هذا هو الخيار الثاني. الحين نجي نتعرف عندي هنا على الخيارات الاخرى. الخيارات الاخرى اللي هو جنريت ا كلاس، سواء الخيار الاول او الخيار الثاني او حتى اللي هو الخيار الثالث، جميعهم راح يقوم بانشاء عندي اللي هو كلاس، وطبعا هذا الكلاس راح يكون هو فعليا كاستم كلاس وليس الكلاس اللي خاص بالدوت نت فريم ورك، تمام؟ اللي انا بدي اياه في هاي الحاله هو سيكوال كونكشن وهو كلاس خاص بالدوت نت فريم ورك، فبالتالي اذا بتختار اي واحد من هاي الخيارات راح يقوم بانشاء اللي هو كاستم كلاس خاص فيك. اوكي، الان لو رحت مباشره قمت بعمل اللي هو جنريت كلاس سيكوال كونكشن ان نيو فايل، راح يقوم باضافه عندي كلاس، وهذا الكلاس راح يضيفه خلينا نحكي بفايل خلينا نحكي منفصل، فبالتالي مجرد ما قمت بالنقر عليه قام باضافه عندي هون اللي هو سيكوال كونكشن كلاس، تمام؟ راح تلاحظوا هو عباره عن انترنال كلاس وهو كاستم كلاس وليس خلينا نحكي دوت نت فريم ورك كلاس، تمام؟ الان خلينا نروح مباشره نشوف الخيارات الاخرى اللي هو generate a class اللي هو SQL connection. مجرد ما قمت بالنقر عليه لاحظت انه قام باضافة عندي class ك internal access modifier لإله، وقام باضافة لإله اللي هو ال constructor. اوكي، الان خلينا نروح مباشره نشوف الخيار الاخر واللي هو بحد ذاته جنريت انستد كلاس، نفس الشيء لكن راح يكون عندي تايب له هو او خلينا نحكي الاكسس موديفاير له برايفت، وراح يقوم باضافه له كونستراكتر. خلينا الان نشوف، لاحظ انه قام باضافته زي ما احنا فعليا شايفين. الان خلينا نروح مباشره على الخيار الاخير اللي هو جنريت نيو تايب، بالتالي من خلال هذا الديالوج ويندو بامكانك انك تضيف حسب الاكسس موديفاير اللي انت بدك اياه والتايب اللي انت بدك اياه، وعلى البروجكت بامكانك انك تحدد على اي بروجكت بدك تقوم باضافته، واذا بدك تضيفه كاكزيستنس فايل او اذا بدك تضيفه خلينا نحكي بمكان اخر. الان خلينا نروح مباشره نقوم بالنقر على اوكي، لاحظت انه قام باضافه عندي هون اللي هو ستراكشر، تمام، بنفس التايب اللي احنا بدنا اياه، فبالتالي اذا هاي هي الخيارات الموجوده. اذا شفنا انه كيف انه مباشره مجرد ما اقوم بوضع الكيرسر راح يقوم باظهار هذا الشكل زي ما احنا فعليا شايفين، وبنختار الخيارات اللي بدنا اياها. الان ايضا في عندي اللي هو خيار اخر انك تقوم بالضغط على كنترول ودوت، لاحظت انه راح يقوم باعطائك اللي هو نفس الخيارات اللي احنا شفناها قبل قليل. اوكي، فبالتالي معك خيارين حتى تصل الى هاي المنيو. اوكي، الان حتى تشتغل معك هاي الخاصيه
اللي هي خلينا نحكي الانترسنس، اللي هي يوزنج، خلينا نحكي انه يتعرف على النيم سبيس اللي خاص بالكلاس، لابد من انه يتوفر عندي اللي هو شرطين. الشرط الاول انك تقوم بكتابة اسم الكلاس بالطريقة الصحيحة. فلو الان انا قمت بحذف هذا النيم سبيس ورحت مباشرة قمت بتغييره، تمام، بحيث انه كان الاسم مكتوب بطريقة خاطئة، او خلينا نحكي مش كما هو متوقع، فبالتالي هو كيس سنسيتيف، فبالتالي انا بدل ما اقوم بكتابة السي كابيتال كتبتها بسي سمول. انا بروح مباشرة على الانتليسنس، لاحظ انه ما تعرف انه في عندي نيم سبيس اسمها سيستم دوت داتا دوت سيكوال كلاينت، فبالتالي اذا هو كيس سنسيتيف، بدي انتبه الى هاي النقطة. الان مجرد ما رجعها كابيتال لاحظ انه تعرف على نيم سبيس. ايضا النقطة المهمة جدا انه خلينا نجي الان نستخدمها، لاحظت انه قام باضافتها. الان ايضا نقطه مهمه جدا، لابد انك تكون فعليا ضايف اللي هو الاسمبلي فايل اللي بيحتوي على هذا النيم سبيس. فبالتالي لو الان بروح مباشره على الريفرنسز، لاحظت انه في عندي هنا سيستم دوت داتا اسمبلي فايل، فبالتالي هذا الاسمبلي فايل بيحتوي على هذا النيم سبيس اللي بدوره بيحتوي على هذا الكلاس. فبالتالي لو الان قمت بحذف هذا اللي هو الاسمبلي فايل، لاحظت انه راح يعطيني كومبايليشن ايرور، تمام. فبالتالي مجرد ما اجي انا عندي هون لو اضغط على الانتليسنس، لاحظت انه الانتليسنس ما اشتغلت معي وما تعرف انه بده سيستم دوت داتا دوت سيكوال كلاينت، اوكي، بالرغم انه هي اصلا موجوده. لو الان ايضا قمت بحذفها ورحت ايضا مره ثانيه، لاحظت انه فعليا ما تعرف على السيستم دوت داتا دوت سيكوال كلاينت. ليه؟ لانه الاسمبلي فايل اللي بيحتوي على هاي النيم سبيس هو فعليا غير مضاف الى هذا البروجكت. بالتالي اذا حتى تشتغل معي بالشكل الصحيح، لابد انه ننتبه انه هي كيس سنسيتيف، ولابد انه نكتب اللي هو اسم الكلاس بالشكل الصحيح، وايضا لابد انه نضيف اللي هو الاسمبلي فايل اللي خاص بالنيم سبيس كريفرنس للبروجكت، اوكي. وتعرفنا على الخيارات اللي هي في الاعلى اللي خاصه باللي هو الانتليسنس. اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرس اليوم، بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.